يا ميزان، في عندك هروب من شيء، شيء انت خايف منه، حاجة متوقع مثلا متوقعها انها تحصل وبتهرب منها، عملت حاجة غلط وخايف حد يأنبك، في حالة هروب، واللي هو لو اتواجهت هتواجه بعنف شوية، فبتفضل الهروب لأنك مش عايز تواجه، لأن لو اتواجهت هتكون مواجهتك عنيفة شوية. أنا بنصحك أو التارو بينصحك، واجه، ما تهربش، بس واجه بدبلوماسية، حاول تحل الأمور بهدوء وبالراحة، وبإذن الله كل شيء هيتحل. زي ما قلنا، الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة، مشاعره متزنة، والمزاج يعتبر معتدل، ما فيهوش تقلبات كتير، المزاج إن شاء الله معتدل. وكمان الكارت ده بيدل يا ميزان انت لو في علاقة، فالعلاقة كمان متزنة، يعني ما فيهاش اكستريمز، ما فيش مثلا عطاء بزيادة، ما فيش او مثلا بعد او قسوة بزيادة، كل شيء متزن. يا ميزان، في شخص بيحبك، انا ما اعرفش يعني، كل واحدة على حسب حالته، شريكك اللي معاك بيحبك جدا وعايز يقدم لك، عايز يقدم لك حاجات كتير، يعني نفسه يقدم لك كمان اكتر من هو بيقدمه لك. اللي لسه مش في علاقة، فدي علاقة جديدة، في شخص هيقرب منك هيعرض عليك عرض، يعني هيقدم لك شيء. في كلتا الحالات حاجة حلوة جدا جدا جدا. الحالة المادية يا ميزان فيها تحسن، ان شاء الله تحسن كويس قوي، ده 10 of pentacles. العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وبتهنيك على الخير الحمد لله اللي جالك ده، والتطور المادي اللي انت فيه ده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الأيام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان، مسيطر على الوضع، بتاخد قرارات شديدة، قرارات مهمة وقرارات مصيرية. ننتبه للموضوع ده، لو قرار مصيري نخلي بالنا، لأن في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة، مش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي. خلي بالك من النصايح اللي بتتقالك، ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم بأي خطوة، بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصيرية زي ما احنا بنقول. في خوف، ما فيش شك، في حاجة مخوفاك، في حاجة قلقاك، النوم عندك مضطرب شوية، قلقان، في قلق. في هنا كمان، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، احنا وصلنا 3K، انا مش مصدقة ازاي وشكوا حلو عليا كده، ايه الجمال ده، 3K، الحمد لله يا رب. الكارت ده بينم عن الخير، في خير جاي لك، جاي في اتجاهك انت، وجاي لك بسرعة شديدة. الخير ده يا ميزان ممكن تكون عملته في حد ودلوقتي بيرجع لك، الخير ده ممكن يكون حاجة انت كنت منتظرها من فترة، عملت مجهود جامد فيها، بذلت فيها مجهود شديد وما اخدتش المردود بتاعها في وقتها، دلوقتي هتاخده ان شاء الله، جاي لك المردود ده قريب جدا. المطلوب منك The High Priestess بتقول لك لازم تقرب من ربنا الفترة دي، تتعبد كتير وتتكلم مع ربنا. في أسرار كمان عندك يا ميزان، واضح ان في أسرار، خلي بالك لا تتفشي في كمان. الكارت ده بيدل على ان السر بيتفضح، اما انت هتعرف سر عن حد قريب منك او سر ليك انت هيتعرف، خلي بالنا الموضوع ده مهم جدا. The magician، الساحر. الساحر ده نهاية وبداية، يعني في شيء بينتهي، مرحلة تنتهي وبتلحق بيها مرحلة جديدة على طول، المرحلة دي انت اكثر خبرة فيها. الساحر ده معاه ادوات كتير جدا زي ما بنقول، معاه العصا ومعاه الكوباية والكوين، معاه كل الأربع أدوات المهمين في حياتنا، ففرصك كتير يا ميزان هتعرف تستغلها كويس.
لان عندك الذكاء وعندك الادوات انك انت ازاي تعرف تستغل الفرص دي لمصلحتك انت. وده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحاله الماديه دي. نركز ونصحصح ونشوف الفرص ما نعديهاش ونعرف نستغلها كويس. نلخص القراءه: محبوب من حبيبك يا برج الميزان، حبيبك بيحبك بجد حقيقي ونفسه يديلك حاجات كتير جدا. الناس اللي مش مرتبطين في علاقة، في شخص هيتقدم وهيكلم وهيبوح بالحب بتاعه. في هروب من حاجة يا ميزان، لو بتهرب من حاجة بليز واجهها، واجهها بصورة بطريقة منطقية وبهدوء من غير عنف، حتى لو كنت غلطان مفيش مشكلة. بلاش أسلوب قلب الترابيزة اللي هو علشان يعني خدوهم بالصوت ده، لأ. لو غلطان اعترف بغلطك، واللي قدامك اكيد هيغفر وهيعدي الموضوع عادي جدا. حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا، اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هذا الكائن ده بينصح نصايح مش كويسة. ما بنقولش ننحيه، لا، خليه موجود، بس اي حاجة يقولها لك عيد التفكير والنظر فيها. ادي القراية الاولى، الحمد لله حلوة جدا يا ميزان، ما شاء الله. مش باين عندي سفر، مش باين عندي اي حاجه من الحاجات دي، بشكرك يا هاله. انما اللي يهمني الحاله الماديه الحمد لله انها متطوره، وزي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا اكتر الفتره دي. حتى على سبيل الشكر على الحاله الماديه اللي بتتطور دي، الحمد لله ربنا يزيدكم ان شاء الله. وشه حلو على الناس، والله فعلا يا نونا وشه احلى مره، اعلى ارقام شفتها في حياتي، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. ميزان انا بموت فيكم، انا كل يوم هقول ميزان كل يوم. ياسر: if you don't speak Arabic I'm afraid you won't be able to understand this live, but you're most welcome here. But your name looks Arab, يعني اكيد you understand. يا ديمو: هلو حبيبي. لا لا، ده النهارده لازم هنقول قرايتين مجانيه، مش واحده، اتنين. اوكي، والاسامي اللي هيختاروهم ولاء واحمد هم اللي هيبعتوا لي الاسامي. يا روشا: اي لاف يو مور، حياتي تسلمي لي انت. اوكي تمام. هقول الحوت طبعا يا محمد، الحوت هيتقال ان شاء الله قريب جدا جدا. الناس اللي انضموا لينا جداد للصفحة منوريني، اهلا اهلا بيكم. بليز اعملوا فولو وشير، قصدي فولو ولايك للصفحة علشان ما يفوتكوش الفيديو اللي جاي. الحوت هيتقال اني تايم ناو، يعني ممكن خلال الاسبوع اللي جاي ده. بليز علشان ما يفوتكوش الفيديو اعملوا فولو للصفحة. انت زي كده والله كنت بتقولي الحمد لله يا رمز، الحمد لله كويس جدا. يعني بيحبوا فعلا. منا ارتاحي يا منا، ريحي شوية. ريحي يا منا شوية، ما هو يعني احنا ما اختلفناش على كده، ما هو بيحب فعلا. هنهزر، انت جميله قوي لذيذه شكلك. يا رب يخليكي يا سهام، تسلمي لي حبيبتي. يا فعلا عشان غلط ركبه. ايوه يواجه ويبطل هروب. طيب تعالوا نشوف الحاله العاطفيه بقى للميزان اخبارها ايه. لا لا لا، انا مش مصدقه احنا قربنا على 4K. انا مش مصدقه، لا 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 لا، انا عايزه اوصل 4K. ماليش دعوه، انا عايزه اوصل 4K. يلا يلا، شير 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 كمان، بس مش كتير قوي عشان محدش يحصل له بان، بليز والنبي. لا خلاص خلاص خلاص، خلينا كده. الحمد لله حلو قوي قوي قوي. طيب الحالة العاطفية المرحلة الأولى من برج الميزان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي أنت بالذات، ها، تعالوا بقى نشوف إيه الموضوع. أوكي، الميزان عايز إيه؟ الميزان متكتف يا جماعة، بصوا عامل إزاي؟ متكتف، مش عارف ياخد حركة ولا خطوة. ليه بقى؟
خايف السما مغيمة، مش شايف قدامه، هو مش شايف قدامه الخطوة اللي جاية دي هل هتبقى صح، هل هتكون غلط، فهو قرر ان هو يقعد مكانه ما ياخدش اي خطوة. قال لك مش هتحرك، بس هو متضايق من الوضع اللي هو فيه ده، نفسه الحالة دي يخرج منها. 4K، الله اكبر، واللهم صلي على كامل النور. انا مش مصدقه نفسي يا جماعه. لا احنا لازم نحتفل، لازم نحتفل بجد. شكرا بجد، شكرا، بحبكم قوي بجد. هنا بقى في مشاكل بالهبل بالهبل، عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها، مش قادر يرفعها حتى من على الارض، فوق حتى مستوى تحمله، فوق ما هو يتحمل. نفسه برضو في مساعدة، عايز مساعدة من الشريك، واخد بالك؟ Queen of Wands ده الميزان شايف شريكه كده. Queen of Wands دي هو مش ضروري تكون دي، ممكن يكون ده. Queen of Wands ده شخص قوي، شخص عاقل، شخص بيتحمل مسؤولية، شخص جدع، بيشوفه شخص جدع من الآخر. وعنده عطاء، بصوا ماسك وردة، يعني عنده الاثنين، ماسك عنده الحاجتين، عنده الحنان والحب وعنده القوة، الاثنين مع بعض، فمفيش أحلى من كده. شايفك بصورة حلوة جدا يا ميزان، قصدي أنت يا ميزان شايف شريكك بالصورة دي. الطاقة ما بين الميزان وشريكه هدف، في هدف هو أنتوا بتسعوا ليه، أنتوا الاثنين، ومش هترتاحوا غير لما توصلوا له. الناس دي لو هما متجوزين فالهدف ممكن يكون انتوا اعلى بيه، المهم ان انتوا الاثنين على نفس الصفحه، انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحه، هدفكم واحد. شريكك بقى يا ميزان حاسس بخساره، حاسس ب تقل على كتافه، وحاسس ان هو مهزوم وخسر، خسر شيء كبير جدا. نفسه في حاله ماديه احسن، ممكن يكون دي حاجه كمان من الحاجات اللي مأثره عليه، انه نفسه حالته الماديه تكون احسن. وشايفك ازاي؟ شايفك اساس قوي جدا، اساس ممتاز، بس محتاج شغل، في حاجات موقفه الموضوع، في حاجات لازم تشتغلوا عليها انتوا الاثنين مع بعض. في شيء هيحصل الفتره دي، دي حاله انتصار، العلاقه دي هيحصل فيها حاجه، يعني مش عارفه اقول، هي فرحه عامه، هي فرحه. لو كان في فراق الفتره دي وانتوا بعاد، بما ان انا شايفه انه هنا ده متكتف مش عارف يتحرك وده حاسس بخساره، فانا حاسه انه ممكن يكون حصل فراق، او مش شرط فراق بمعنى فراق اللي هو انفصال او طلاق او ان انتوا تسيبوا البيت، حتى فراق ان انتوا بعاد عن بعض في بيت واحد ومع ذلك منفصلين. يعني في حاجه كويسه هتحصل للعلاقه دي، هتحتفلوا بحاجه، في رجوع، في شويه حيره. طبعا المرحله اللي بعدها زي ما تقولوا انتوا في عمليه تحول، يعني انتوا كنتوا في حاجة، كنتوا في مرحلة، كنتوا بعاد او كنتوا ما كنتوش مع بعض وابتديتوا ترجعوا، ففي شوية حيرة، مش عارفين تتعاملوا مع بعض بالطريقة المظبوطة، لكن برضو هتقدموا لبعض حاجات. يعني انت هتقدم له حاجات يا ميزان، وشريكك هيقدم لك حاجات في المقابل، وهيبقى فيه جو ألفة كده، والموضوع هيبقى كويس جدا ان شاء الله. اللي يهمني في الطاقة انكم انتوا الاثنين رايحين لنفس الهدف، دي اكتر حاجة تهمني. زعل، حاسس بخسارة، شريكك خايف ياخد اي خطوة، الميزان يعني مش عايز ياخد اي خطوة وثابت مكانه، مشاكل كتير، عايزين فلوس، الحالة المادية، عايزين تطور، كل دي مشاكل. طول ما الهدف واحد كل ده يتحل ان شاء الله، كل ده يتحل. طبعا شايفين بعض بصورة حلوة جدا، العلاقة كويسة بإذن الله، وهيحصل فيها تغير الفترة اللي جاية، ما تفقدوش الأمل يا جماعة. طيب قراية برضو حلوة، 4.4، لا 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 لا، الله أكبر الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. فعلا بشكرك يا رانيا،
يعني ايه البرج اتقرا كام مره؟ البرج بيتقال مره واحده في الشهر يا ام محمد، مره واحده بس. طيب مش مشكله يا نهله خالص، مش شرط على فكره القراءه تنطبق عليكي. بالظبط بالظبط، الحمد لله. اوكي ثانك يو سو ماتش يا خالد. يا سوريا انت لاموره وبشكرك يا روحي جدا، هقرا لك العذراء قريب جدا ان شاء الله. انا الصراحه النهارده كنت بين ان انا اقول العذراء او الميزان، بس لقيت ان الميزان كان يعني اتقرا قبليه. صحيح 100%، بشكرك جدا يا حياه. رامسي ازيك؟ لا لا لا، انا زعلانه منك، انت بقالك كتير ما بتجيش. اوكي 4.5K ميزان، ميزان وشه حلو الصراحه. سبحان الله كلمة مظبوط، بشكرك يا أنغام جدا. حاضر يا علا، احنا دلوقتي قلنا المرحلة الأولى اللي هي من 22 سبتمبر ل 31. أيوه بقى، إن شاء الله يا منى، ربنا يبعت لك الخير يا روحي. يا كامي أهلا أهلا. التور اتقرا يا رانسي، مش بقول لك غايبة بقالك فترة ما بتجيش، قريته أول امبارح على فكرة. بصي يا رشيده، ده قراءه البرج بشكل عام اللي انت بتتكلمي عنه، انا اكلمك انت شخصيا، دي قراءه خاصه. You're talking about love. Yes يا ياسر، دي this was the relationship reading. باذن الله يا نور الايمان، باذن الله كل حاجه هتبقى حلوه جدا. او النبي يا اخويا، لا ان شاء الله ان شاء الله تفرحوا كلكم. كلامك مظبوط جدا يا نير، ميرسي يا سمر جدا، بشكرك على الفيدباك ده حبيبتي. السرطان قصدك السرطان؟ السرطان برضو قلناه، مش قلنا السرطان؟ مش قلنا السرطان يا احمد؟ وعليكم السلام يا محمود، اهلا بيك. نشوف شوافه لما تكون جت عندنا من عندها ايه؟ ما تخرجش، مش فاهمه يا رحيم، انا مش فاهمه انت بتقول ايه. اوكي طب تعالي تعالي يا رشيده، تعالي يا روحي، تعالي تعالي، باي. اوكي اقسم بالله صح، ميرسي يا سحر جدا. طيب دلوقتي هنقول المجموعه الثانيه، برج الميزان ان شاء الله يا ممس. المجموعه الثانيه من 1 لحد 10 اكتوبر الميزان، طبعا كل مواليد الميزان في المرحله الثانيه كل سنه طيبين. Happiest birthday. كراسة مليون في المية، ميرسي يا منى. العفو يا إيمان، ميرسي حبايبي قوي، ربنا يخليكوا ليا. يلا بينا. قراءة المجموعة الثانية برج الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بص يا ميزان، لو انت دلوقتي بتمر بمشاكل وعندك حاسس بهزيمة او حاسس بحالة ضعف ووهن كده، يعني hold yourself كده، gather yourself، في طاقة انتصار جاية لك. safe ace of swords. هتحس بقوة شديدة جدا، يعني حتى لو انت ما كسبتش المعركة مش هتحس بانهزام ومش هتحس بضعف، ده الا اذا كنت يعني هتكسب المعركه بالفعل. انت شخص قوي، ما بتكسرش، ما بتتهزمش، وما بتتنسيش. في معافاه كمان من شيء كان تعبك يا ميزان. يمكن تكون كنت تعبان جسديا او تعبان نفسيا، كنت في حاله بعد شر رائد او نايم، او يعني حتى ممكن تكون حاله نفسيه وحشه لدرجه صعبه جدا. judgment، في معافاة من الحالة اللي انت فيها دي، هتقوم وهتصح وهتفوق وتصحصح كده. الكارت ده كمان ليه معنى تاني، انه انت هتطلق حكم نهائي على شيء. خلاص حاجة كانت متعلقة بقالها فترة طويلة ونايمة برضو، فانت هتاخد قرار نهائي، خلاص judgment، الحكم النهائي. الحكم النهائي ده
هيحصل بعديه احتفال، الله اعلم. دي مش علاقه ثلاثيه، انا مش شايفاها علاقه ثلاثيه خالص. نهدى للي شافوا الكارت ده وحفظوه، دي مش علاقه ثلاثيه، ده احتفال بشيء. في حيره من خطوه معينه، بس افتكر دي برضو قبل الاحتفال. هتبقى محتار شويه يا ميزان، اعمل الخطوه دي ولا ما اعملهاش، لان عملت بص طب يا ترى هيحصل ده ولا ده ولا ده، خايف من توابع القرار اللي انت هتاخده. ما تخافش، جمع بس معلومات على قد ما تقدر، وان شاء الله في احتفال. برضو الحاله الماديه كويسه جدا، بسم الله ما شاء الله، فيه تحسن كويس جدا وحاله من الاستقرار. مفيش بقى مطبات، مفيش يعني اللي هو مره يوم معاك يوم معاكش، الكلام ده لا، ان شاء الله باذن الله دايما هتكون حالتك الماديه مستقره وكويسه. strength القوه، كارت القوه ده بالنسبه لي ليه معنيين، يا اما انت بتتعامل مع شخص قوي جدا، ممكن يكون مدير عمل، ممكن يكون اب او ام، شخصيات من الشخصيات القويه، او حتى يعني ايا كان زوج او حد، الشخص ده قوي جدا، شخصيته قويه. عشان تسيطر على الشخص ده محتاج تسيطر عليه بعقلك مش بالقوه خالص. زي ما انتم شايفين ده اسد، ده اقوى شيء، فانت مش هتعلي عليه، اللي هتعمله انت هتحاول تروده وتسيطر عليه بس بعقلك. ازاي؟ بالراحه، بالطبطبه، بالكلمه الكويسه، يعني تعرف تكسبه.